انا وليد سيام الخشاش والاخوي ثمان سنة بشفاء العايدة ويحافظ معنا وحكرمها شيخ الفريق سبيب زيجر والحاجة مسعودة وليد مولاي الحاجة عشقك في البال يدور هدرت الناس علينا حكايات اسمها كان مسطور عرات وفحان ليام وشوف الناس كاعم في الجزائر كاع اللي دخلوا في لاباش كاع يطلبوا ربي يشفيه ويسهل ان شاء الله هو وكل مصاب يا طموراني مضروب القلب نخفي ونتحسر عاللي فات دايرها اللعب داير السكراني يستر كثير يعني عندما سمع باللعب يعني كمال خرخاش اللي قدم الكثير الى جيجل وكان من احسن المدافعين وكل الناس كانت تحبوا يعني في 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 جيجل في الطاهر في بيلا وين يتنقل يعني كان يعني المستوى تاعو كبير الاخلاق التربيه تاعو كانت كبيره والناس يعتزوا به وبالتالي عمي يوسف احسن لاعب جزائري احسن مدافع جزائري في 1969 1970 تاثر ما كبرش يحضر لانه عندما سمع باللعب تسمى مازال صغير وقدم الكثير من جيجل يعني بعت هذه الشهاده الشرفيه يعني كمبادره منه للعب هذا اللي يعني سمع به قال لك يعني اللعب هذا قدم كثير من جيجل وبالتالي تسمى تاثر كثير. جاي مسعود اخي هكذا عطينا المبادره اللي درنا لك الجمعه اللي فات شويه تفكروها تعرفتك تفكروها هو دارت شويه ارتفعت معنوياته مسكن هو علاش تاكي اللي يروح لعنده هكذا يكون محسوبه وكاي ينحي عليه وهو يعني وما ينحي عليه ما ينحيش عليه هكذا هذه الخطره كي تفكرته المهم وروحت انا وشافني لثماني وشيخوته يعني مسكين الله غير قالت لي المراه تاعو فرح قالتها هي قالت لي فرح قالت لي تعادي يضحك قالت لي هو يضحك بعينيه قالت لي تعادي يضحك مسكين بعينيه الحمد لله بارك الله فيكم يعني وكثر خيركم انتم ساهمتوا بالشي ديبا هكذا بارك الله فيكم وربي ان شاء الله يكوي يكثر من امثالكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ويصحيكم في الوليدات ان شاء الله انتم والله غير لاباس بنيا غير كانوا فرحانين هذيك اللي هذيك بعدا وكما جينا بعث لهم الفوتوغرافات المهم زاد عاود له عاود له بالتليفون شفناه كيفاه تيضحك مسكين وكيفاه فرحان وهي التمصريه تقول لي وذا حاطه الشال المراه تاعها قلت لها قالت لي مالا رحت قلت لها رحنا وجينا قالت لي يجيك مليح قلت لها قلت لها الله غير يعني كثر خيرهم كامل كامل بارك الله فيهم وربي ان شاء الله هو يعطيها بنية الصبر ومن المهم كي يفرح بحاجه هكذا لاش تاع ربي ما عندنا وين نهربوا من هذا الليل كما حب الحمد لله. وحروف العشره كاتب في دار في البال داروا المبادره هذه اتصلوا بنا احنا العائله تاعو تاع خاش كامل وعادوا اتصلوا بنا باش رحنا للملعب تاع بوشركه تاع شباب الطاهر وحضروا لاعبين القدامى تاع شباب الطاهر وشباب جيجل يعني وكانت مبادره يعني مليحه بزاف شفنا الاصدقاء تاع كمال بعثنا له صور اللي تاع القدامى اللاعبين اللي لعبوا معاه تاع المناصرين تاع ومبادره يعني طلعت له المعنويات تاعو والحمد لله الشهاده لله كمال لا بلاصون ديفا في شباب جيجل الحمد لله عرفناه كنا فاهم ما شفنا منه غير الخير وما ننساوش باللي دار على اكسيسيون شابه العام هذاك 98 اكسيسيون مع الموب فيكتوار 99 وكان معنا والحمد لله يعني ما شفنا غير منه غير الخير منه هذه شهاده لله اخ كمال ربي يشفيك ان شاء الله وربي يخف عليك ان شاء الله والله غير يعني التفات طيبه كما يقولوا ما كناش نسناو فيها باسكو
سي لا بروميير فوا اللي تي اللي باش يكرموه ويتسمى باش تفكر واحد تسمى اونسيان جوار وعنده مامد سواء لاف سيتي ولا الجي اس دي وشباب ميلا اوسي ما كنتش نستناو فيها وكيف كيف كي روحنا يعني شفنا ما كنتش نستنى نتلك الكوبايك لي زونسيان جوار هذوك تاع الطاهر وتاع لاف سيتي ولا يعني صافي بليزير كي روحنا وتلاقينا وشفنا لي زونسيان هذوك وكان تكريم تاني تكريم كامل اللي دائما طلبوا كامل اللي عرفوه وكامل اللي يحبوه واللي يعرفوه واللي كانوا المناصرين حتى اللاعبين سواء اللاعبين المناصرين تاع السيتي الجزائري يطلبوا الشفاء ان شاء الله وبارك الله فيهم الاخ لونيس والاخ بيرم المبادره هذه مشكورين بزاف بزاف باسكو هما اللي جاوا عرضونا والبناء الدعوة ساقسي والخضرة اللي هاي هي الصايمة الله أكبر ربي يتقبل إن شاء الله منها يتقبل منها إن شاء الله ودعوة إن شاء الله مقبولة إن شاء الله كمال كمال إن شاء الله إن شاء الله ربي يخليه ويشفي ان شاء الله ان شاء الله او جيناها ما على بالناش بلي صايمه حتى شي بلي حتى شي ما غير كل اسدي ما غيرش حتى داينا حتى كنفطر كنعيش شو من السماء بالعلاج